السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والمفاصل الصناعية وآلام العمود الفقري وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. إحنا إن شاء الله بنقدم خدمات عديدة جدا، علاج آلام العمود الفقري، علاج الآلام والكسور، علاج آلام المفاصل، علاج الخشونة، علاج التدخلات الجراحية والتشوهات عند الأطفال وسواء بدون جراحة أو بدون جراحة. بنقدم في العيادة خدمات عديدة جدا، منها علاج المفاصل وآلام المفاصل، علاج الخشونة سواء المتقدمة أو البسيطة، تدخلات الجراحية، تثبيت الكسور، تغيير المفاصل وده تايتل كبير قوي، مفصل الركبة، مفصل الحوض، وآلام العمود الفقري بجميع أنواعها، والتدخلات الجراحية في تشوهات العظام، والتدخلات الجراحية في تشوهات الأطفال وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب، مع دكتور محمد إبراهيم العطار أخصائي جراحة العظام والكسور والعمود الفقري. اتكلمنا في سلسلة حلقاتنا عن خشونة الركبة، اتكلمنا عن لين العظام عند الأطفال، اتكلمنا في الحلقة السابقة تحديدا عن تشوهات أو العيوب الخلقية عند الأطفال في العظام حديث الولادة. من ضمن النقاط اللي اتكلمنا فيها القدم المخلبية، ده اللي نهينا بيه حلقتنا السابقة واللي هنبدأ بيه حلقتنا النهاردة. ازاي يعني ايه الأول كلمة قدم مخلبية وازاي بنعالجها مع الدكتور محمد، هيكلمنا فيها حالا دلوقتي، ابقوا معنا. برحب بحضرتك دكتور محمد معانا في الحلقة النهاردة اللي كانت تكون ان شاء الله حلقة جميلة، لان ده موضوعنا اللي احنا نهينا به الحلقة السابقة. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد معانا. اهلا وسهلا بحضرتك، ان شاء الله يكون لقاء شيق الكل يستفيد منه، ونكون ادينا معلومة بسيطة بطريقة مبسطة اكثر لكل الناس في كل البيوت ان شاء الله. بإذن الله تكون حلقة جميلة يا دكتور. طيب أنا لما أبدأ الحلقة النهاردة وأكلم حضرتك في موضوع العيوب الخلقية، وخصوصا خاصة هنحدد النهاردة اللي هي القدم المخلبية، عايزة أعرف من حضرتك يعني إيه كلمة قدم مخلبية الأول للمشاهد، معناها إيه؟ طبعا كثيرا من السيدات، أمهاتنا، زوجاتنا، إخواتنا، ممكن يلاحظوا اعوجاج في قدم الطفل، وخصوصا منذ الولادة بيحسوا ان في حاجة مش طبيعية. لها اشكال كتير قوي، لها مراحل كتير قوي، لازم اي حاجة او اي وضع نحس ان هو مش طبيعي لازم نلجأ للطبيب او نستشير الطبيب. واول حد ممكن ياخد باله من الموضوع ده طبيب الاطفال عند الولادة، اللي بيفحص الطفل وبيعمل له الكير بتاعه، النتال كير، عشان خاطر يقول الطفل ده فيه مشاكل ولا لا. اعوجاج القدمين او القدم الحنفاء او القدم المخلبية زي ما بنسميها بالالفاظ الطبية، هو اعوجاج نتيجة اسباب كتيرة، ممكن تكون ناتجة عن الام، ممكن تكون ناتجة عن الطفل، ممكن تكون ناتجة عن اسباب خارجة عن الاثنين، وممكن يكون عامل ورثي. اعوجاج بيحصل في بطن الام طبعا، ما بيتولدش وبعد كده يحصل، لا ده هو الطفل بيتولد بيه. تمام. الاعوجاج ده بيبقى ليه مراحل، ممكن نشخصها بدري ممكن نشخصها متأخر، فكل ما نشخصها بدري كل ما نوصل لمرحلة في العلاج متقدمة إن شاء الله. أكيد طبعا دكتور أكيد. طب لو تكلمنا عن الأسباب، أسباب القدم المخلبية عند الأطفال دي أسبابها إيه في وجهة نظر حضرتك؟ طبعا هنتكلم عن الأسباب، بتبدأ طبعا من الاعوجاج بيحصل في داخل البطن، داخل الرحم الطفل، ممكن يكون حاجات خاصة بالأم نفسها، حاجات خاصة بالرحم، حاجات خاصة بالطفل. لو هنتكلم عموما هيبقى أول سبب من الأسباب أو أكثر الأسباب شيوعا إن الأم ممكن تاخد أدوية معينة في أثناء الحمل بتأديل إلى بعض التشوهات أو بعض العيوب الخلقية، بيكون من ضمنها القدم المخلبية. ممكن يكون عندي حجم الرحم نفسه صغير، الطفل حجمه أكبر شوية، فبيحصل زي ما بيسموه باللفظ البسيط زنقة البطن. فبينتج عنها اعوجاج مستديم، طبعا لأن الطفل بيقعد في رحم الأم شهور عديدة، فبينتج عنها الاعوجاج. ممكن يكون عندي عامل وراثي، وده موجود وشفناه في حالات كتير قوي، الإخوة كلهم عندهم بيتولدوا بنفس الحالة دي، أو ممكن عنده حد قريبه بيتولد بالحالة دي، فعامل الوراثي موجود. ممكن يكون ضعف نقص كالسيوم في الطفل في أثناء الحمل، فيحصل الاعوجاج ده وما يتصلحش، أو بمعنى صح الطفل يتولد بيه. فبنلاحظه برضو
مع الولادة. في عندنا طبعا أسباب تانية، زيادة حجم الطفل نفسه، الضعف اللي موجود، مع العوامل دي كلها بتبقى متجمعة مع بعض الأمراض الأخرى، بيكون من ضمنها القدم المخلبية، فما تبقاش لوحدها. طب دكتور محمد، سؤالي سواء في داخل الموضوع أو خارجه سؤال شخصي، عايز أعرف من حضرتك، ولادة الطفل في سن مبكر يعني في 6 شهور 7 شهور 8، هل ده ليه سبب برضو في موضوع النواج أو القدم المخلبية عند الطفل؟ طبعا الطفل البريماتيور اللي هو لسه لم يتم النمو كامل، أيوة، برضه عرضه ان ممكن يتولد بعيب من العيوب الخلقيه، لدرجه ان بعض الحالات وجدنا ان الحبل السري نفسه لما بيلتف على القدمين وبيقعد فتره طويله، تمام، بيؤدي برضه الى الاعوجاج. يعني ممكن تكون اسباب موضعيه، حتى مش لازم سبب عند الام او سبب عند الجنين، ولكن سبب الوضع نفسه، وضع نفسه في بطن الام، لدرجه ان الحبل السري نفسه ممكن يكون له تاثير في بعض الحالات. تمام. طب لو جينا للتشخيص للقدم المخلبية، هنشخص ان الطفل ده فعلا عنده المرض ده او اللي مثلا القدم المخلبية ده، ازاي بنشخص؟ عن طريق ايه بالظبط؟ حضرتك تقولي بقى الاجابة على السؤال ده. احيانا التشخيص ده حاجة مهمة جدا، نشخص عن طريق الكشف ولا بنشخص عن طريق الاشعاعات؟ ده في وجهة نظر حضرتك ايه؟ بالامانة التشخيص في الحالة دي محتاج وعي من طبيب النساء، من طبيب الأطفال، من الأم والأهل المقربين اللي هيتعاملوا مع الطفل. طبيب النساء ممكن لو هو أورينتد بالموضوع ده ممكن يلاحظ الكلام ده بالأشعة السونار أثناء الكشف على الأم، وخصوصا دلوقتي إن عندنا الفور دي وفي بعض الأماكن، أيوة، المتوفرة بصورة كبيرة، فبالتالي ممكن يظهر لي بعض العيوب الخلقية من ضمنها اعوجاج القدمين. الأعراض بقى بتبقى موجودة منذ الولادة، دكتور الأطفال بيبص عليها، ممكن يشوفها التمريض المسؤول عن النيتال كير بتاع الطفل نفسه، ممكن تشوفها الأم، ممكن تشوفها أقرب الناس ليهم. عشان كده بقول الوعي ليه دور مهم جدا في تشخيص هذه الحالة، ولما تشوف الأعراض لازم نلجأ للطبيب المختص عشان خاطر نبدأ علاجها، وللأمانة علاجها بيبدأ من سن ساعة. طب لو كده عرفنا من حضرتك ان التشخيص، ودي معلومة مهمة جدا حضرتك ذكرتها دلوقتي، ان التشخيص بيتم من ساعة الولادة، يعني والبيبي في أوضة العمليات لسه، ده بيرجع ان احنا دايما بنهتم دكتور محمد بوجود طبيب الأطفال، طبيب النساء، لكن طبيب الأطفال اللي بيهمه ان الطفل عامة شكله العام كويس، ميزانه كويس، الكلام ده كله، لكن لازم يكون في دكتور متخصص للعظام او دكتور الاطفال نفسه لازم يبص على العظام كلها، عشان ده حضرتك ذكرت معلومه مهمه جدا ان من الساعه الاولى مفروض بيظهر الموضوع ده عندنا. تمام. ذكرت كمان معلومه مهمه جدا ان العلاج لازم يبدا بمجرد ما نكتشف الموضوع او بنشخصه. طيب لو كلمنا بقى عن العلاج، حضرتك هتقول لنا ايه؟ حضرتك اخترتي النقطة اللي بنعاني منها في خلال 10 سنين اللي فاتوا. طبعا العلاج مش سهل، العلاج محتاج هاي سكيلز، محتاج مهارة عالية، مش أي حد بيعرف يعالج حالات القدم المخلبية. لحد من 10 سنين كان المشهور في العالم كله العلاج بالجراحة، وكان الطفل بيتعرض من 6 ل 10 عمليات جراحية لتصليح القدمين، وما كناش بنبدأ، أو الكلام ده طبعا قاله لنا أساتذتنا ما حضرناهوش للأمانة، ما كانوش بيقدروا يبدأوا العلاج للطفل في علاج القدم المخلبية جراحيا من سن يوم زي دلوقتي، ولكن كان بيصبر عليه لحد ما يتم 3 سنين، وفي بعض الحالات لحد 6 سنين. طبعا الطفل بيكون دخل في مراحل تانية جدا، يعني بيتعامل كأنه معوق، بيتعامل كأنه ما يقدرش يمشي على رجليه، نفسيا بدنيا كان بيبقى فيه مشاكل كتير قوي، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى في طرق غير جراحية موجودة دلوقتي، ومن أهمها بونسيتي تكنيك أو طريقة بونسيتي. الرجل العالم اللي اسمه بونسيتي ده مش اخترع لنا، هو اكتشف الطريقة ويمارسها على مدار 40 سنة لحد ما العالم أقرها إن هي طريقة لعلاج اعوجاج القدمين. طريقة التعامل معها بسهولة جدا، يعني العلاج بتاعها عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى هي شد والتكبير، المرحلة الثانية هي التثبيت، المرحلة الثالثة هي تطويل الوتر جراحيا إن أمكن، أو بمعنى صح إن وجد. نبدأ في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى ودي أهم حاجة، أهم مرحلة اللي بنبدأ فيها من سن ساعة أو من سن يوم، ما بنتأخرش عن الطفل خالص، عبارة عن شد بسيط
عبارة عن إعادة ترتيب عظام القدم والكاحل عشان خاطر نرجعها مكانها تاني على عدة مراحل، وبنستخدم معاها التكبير والشد. التكبير بيبدأ من عند بداية عظمة الفخذ من فوق لحد أطراف الأصابع، ولازم الجبيرة أو الجبس المعمول يكون معدي طراطيف الأصابع من تحت عشان خاطر ما يحصلش شد ولا إعوجاج في الأصابع ولا قصر في الأربطة والأوتار. بنعمل المرحلة دي المرحلة الأولى، بنعملها من 3 لـ 8 في بعض الحالات لحد 10 سيشن، 10 مواضع. كل مرة بنعمل فيه تعديل معانا من 4 أيام لـ 7 أيام عشان نعدل الوضعية. ومش لازم الاثنين، لو الطفل عنده القدمين الاثنين فيهم نفس المشكلة، مش لازم يبقى التحسن في الاثنين زي بعض، مع انه نفس الطفل ونفس الطبيب ونفس التكنيك اللي بنشتغله، ولكن كل وضع وليه طريقة التحسن بتاعته وليه الوقت اللي بيتحسن فيه. مشينا صح مع الطفل بنوصل لنتيجة كويسة جدا جدا. ممكن نكتفي بـ3 من 3 لـ5 مراحل تكبير وشد، وبعد كده ندخل على المرحلة الثانية التثبيت. الطفل الحمد لله رجليه رجعت للوضع شبه الطبيعي بتاعه، والوتر بالنسبة لنا كويس، طوله كويس، وتر أكيلس المسؤول عن رفع عظمة الكعب. لازم طبعا نخلي بالنا، في ناس كتيرة قوي بتمارس التكنيك ده ولكن ما بتاخدش بالها من وضع عظمة الكعب. وضع عظمة الكعب لو عالي يبقى أنا ما عالجتش الطفل، وهيحصل ريلابس، هيحصل إعادة للإعوجاج تاني، أو الطفل هيمشي رافع مشط رجليه، دايس على مشط رجليه ورافع كعبه، لأن بيبقى فيه قصر في وتر أكيل. بنعمل حاجة اسمها بضع أو تطويل وتر أكيلس، وده بيبقى في المرحلة الأخيرة من التكبير والشد. وبنقعد في المرحلة دي مش أسبوع بقى، ممكن نقعد لحد 3 أسابيع في الجبيرة عشان نحافظ على طول الوتر اللي اكتسبناه، وبيكون الوتر التئم في الوقت ده. بعدها بتبقى الأمور كويسة، بنستخدم حذاء خاص بمسطرة. احنا ممكن بنستخدمه في جدول زمني معين بترتيب معين. الأم وكل اللي حواليها بتبقى مشاركة مع الطبيب في العلاج، لأن دي المرحلة البيتية بقى، المرحلة اللي الأم بتراعيها في البيت. ليه وقت معين بنستخدمه الـ24 ساعة، وليه وقت معين تاني بنستخدمه 12 أو 20 ساعة، وليه وقت معين تاني بنستخدمه 12 ساعة، لحد ما نقلل عدد ساعات استخدام هذا الحذاء الموجود. وهوري لحضراتكم صورة منه دلوقتي أو استامبة منه دلوقتي عشان خاطر تبقى الناس عارفة يعني إيه المسطرة، الحذاء اللي على مسطرة، عشان خاطر نوصل لمرحلة كويسة. طيب الطفل في المراحل دي كلها لازم تحت الميكروسكوب 24 ساعة. من أول مرحلة الشد والتكبير لازم يبقى عينينا على أطراف الأصابع إن هي موجودة باينة، لونها وردي، ما ينفعش أسيبها لحد ما اللون يزرق أو يغمق أو يحصل تورم. في المرحلة دي يبقى الجبيرة أو الجبس شادد على التغذية الدموية بتاعت الرجل. في التوقيت ده لازم نرجع للطبيب ليل أو نهار، ما ينفعش أستنى ساعة واحدة بعد ما أشوف المنظر ده على الطفل. طيب أعمل إيه تاني؟ عينين الام احنا بنسميها عيون الصقر في الحالات اللي زي كده، لان هي اللي قاعده بالطفل، هي اللي شايفاه طول الوقت، الا لو في بديل، لو هي لا قدر الله تعبان او في حد تاني موجود مكانها، لازم يبقى اورينتد ونشرح له كل التعليمات دي عشان خاطر ما ندخلش في مضاعفات تانية. لازم الجا للطبيب في بعض الحالات، اولا لو لقينا الزرق اللي موجود او التغذيه الدمويه بتاعت القدم قلت او فيها مشكله او تورم شديد، لازم نلجا للطبيب. او لو حصل زحزحه للجبيره او زحزحه للقدم مش تقن، لانه كله بقى على بعضه بيبقى بضع سنتيمترات، يعني ما بيبقاش قدم كبيره نتحكم فيها، ممكن يحصل زحزحه ويدخل جوه الجبس احنا مش شايفينها، فلازم نلجا للطبيب عشان نعدل الوضع تاني. ما ينفعش اسيب الطفل لنفسه ان هو ممكن يقعد يرفس ويتحرك كتير. في بعض الاطفال بيبقى عندهم نسبه الدهون عاليه، نسبه السمنه موجوده حتى وهو مولود، فبتبقى الجبيره واسعه شويه، لو الدهون دي قلت مع الوقت فبالتالي بيحصل زحزحه، ممكن الجبس يتفك لوحده، لان طبعا الجبس ده مش ممسوك في الجسم نفسه، لكن هو كفر خارجي. تمام، فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي كلها. الام هي المقياس، الطبيب هو المراعي. الام هي اللي بتقول انا لاحظت عليه 1 2 3، الطبيب بيراعي كل المعايير دي، في التكبير، في الشد، في تصليح القدم، في المراحل بتاعته، عشان خاطر نوصل بالطفل لاعلى نتيجه. لو جينا نتكلم على المرحلة الأخيرة، الطفل هيبدأ يمشي إمتى يا دكتور؟ طيب السؤال ده بيتسأل من قبل ما نبدأ. يا جماعة الموضوع ده ممكن ياخد معانا من 1 لـ3 سنين تصليح الطفل عشان يرجع يمشي كويس. طيب أنا بدأت بدري، يبقى إن شاء الله هشوف نتيجة بدري، ولكن ما ينفعش أتأخر على الطفل في التشخيص بتاعه وأرجع أقول هو هيمشي ولا مش هيمشي.
لا لحضرتك دي مراحل ولازم نعديها، لازم ناخدها كويس عشان نجنب الطفل التدخلات الجراحية الغير مرغوب فيها، لأنها للأسف لها مضاعفات عالية قوي. عشان كده وجدنا ان بونسيتي تكنيك او طريقة بونسيتي الموجودة دي بنعالج بيها الطفل والاعوجاج بطريقة غير جراحية بتؤدي لنتائج هائلة جدا جدا، ولكن لازم نجنب الطفل ان احنا ندخل للمرحلة الجراحية باننا نكمل صح، اننا ناخد احتياطاتنا صح. طبعا انا اطلت على حضرتك في النقطة دي، لا ولكن بالعكس، هي تاخد وقت اكبر من كده بكتير، اكيد بس طبعا، احنا بنتكلم معلومة بسيطة خالص عشان توصل اكيد. لأذهان كل الناس. طب دكتور محمد، انا عندي سؤال يكاد يكون مهم برضو في الحلقة، بس انا مش عايزة حد يزعل مني. طبعا العادات القديمة او المفاهيم الخاطئة قوي اللي هي بتخلي الطفل عندي حقل تجارب، بمعنى ايه؟ معنى ان الام والدتها موجودة بتقول لها يا بنتي ما تعرضيش لابنك او بنتك لدكتور العظام، لا ده بالعكس، ده الدنيا مش هتبقى كويسة، حرام عليكي، ده لسه صغير، خلي بالك، ابن خالتك كانت رجليه كده واتصلحت، اخوكي الصغير كان كده، ده الموضوع وراثي. عندنا الطفل على سن سنة سنتين بالظبط كده بيبقى مفيش اي حاجة من دي خالص، مفيش اي اثار من الموضوع ده. دي معلومة تكاد تكون انا في نظري انا رهيبة وخطأ في نفس الوقت، فاحنا عايزين نوجه برضو لحضرتك نصيحة صغننة كده لكل ام دلوقتي، ان ما يبقاش ابنها او بنتها الرضيع او الطفل البيبي الصغير حقل تجارب، ان احنا نسيبه زي حضرتك ما ذكرت كده. كل ما بنكتشف المرض في اوله كل ما بنوصل نتائج افضل واحسن، ودي حقيقة، لكن نعمل الطفل حقل تجارب دي معلومة انا عايزة بس اسمع من حضرتك يعني نصايحك فيها ايه لاي ام او لاي سيده بتراعي الطفل سواء امه او جدته او اي حد، عشان ما نحطوش برضه زي ما قلت قبل كده حقل تجارب للاختبار، لان ابننا ابن فلان او ابن فلانه او ابن اختك وابن اخوكي وابني الصغير وخاله وعمه كانوا كده وتصلح الموضوع معاهم لوحده بعد سن سنه. راي حضرتك ايه بقى؟ طبعا مش هننكر ان العادات القديمة والتقاليد او بمعنى صح بعض العادات المرتبطة بالخوف مسببة من لمشاكل كتير قوي لبعض الناس في الاجيال اللي فاتت، وشفنا طبعا مضاعفاتها للأسف، طبعا مضاعفات رهيبة لها، باع لنا باع طويل فيها في علاجها للأسف. لو جينا نتكلم هنتكلم عن وعي المواطن او وعي الام او ايوه وعي الجده وعي الخاله وعي الاب والجد، كل افراد الاسره لازم نكون واعيين جدا احنا بنعمل ايه. مفيش حاجه اسمها لا نصبر عليه، حضرتك روح استشير الطبيب المناسب المختص عشان خاطر تطمن، لو ما لقيتش حاجه ما يبقى خلاص انت كسبان، طب لو لقيته وعالجته بدري يبقى بركو كلكم كسبان. كسبانين، كلكم كسبانين. عشان كده قلت في الحلقه اللي فاتت لو حضرتك لاحظتي الوعي والثقافه العامه، طبعا الوعي والثقافه العامه جزء اساسي من العادات اللي لازم تتعدل عشان خاطر نوصل لمرحله عاليه جدا جدا في المعامله، نوصل لمرحله عاليه جدا جدا في تشخيص الامراض اللي بنوصل لمراحل فيها من المضاعفات من لا شيء للاسف. لا لازم نفرق طبعا، ده كلام مباشر بقى للام وكل حد قريب من الطفل، لازم نفرق ما بين زنقه البطن والاعوجاج. زنقه البطن بتفك في خلال 3 ايام ماكسيمم اسبوع، طب لو ما فكتش في خلال المده دي كلها يبقى لازم نستشير الطبيب، لان احنا قلنا الحلقه اللي فاتت بعض العيوب الخلقيه والتشوهات اللي الطفل بيتولد بيها، القصه مش على قد القدم المخلبيه فقط لا غير، ولكن عندنا القدم اللي هي الحمامه، عندنا القدم المعوجه للداخل، عندنا القدم المسطحه، عندنا مشاكل كتير قوي، لازم عيون الام تبقى زي الميكروسكوب بتلاحظ الكلام ده كله. والقصه مش في القدم بس، ممكن يبقى في اعوجاجات وفي مشاكل في الايدين، في الذراعين، في المفاصل، في العمود الفقري نفسه. ما ينفعش اسيب الطفل واقول هيتحسن، ما ينفعش اسمع كلام حد واقول المشكله دلوقتي هتختفي لوحدها. بعد اذنك استشر طبيبك عشان نعدي بسلام ان شاء الله. طب دكتور محمد، انا عايز اعرف من حضرتك بعد المعلومات الجميله ديت عن القدم المخلبيه عند الاطفال، الارشادات الهامه قوي اللي حضرتك هتقولها النهارده لكل ام عشان تراعي طفلها ازاي وصح بعد فتره العلاج. احنا اتكلمنا عن فيما قبل العلاج، بعد العلاج بقى ارشادات حضرتك ايه؟ وده اللي هسمعه من حضرتك حالا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود.
مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمد إبراهيم العطار. نكمل حديثنا عن موضوع القدم المخلبية، تمام، وهيقول لنا سؤالنا المهم اللي كنا قايلينه قبل الفاصل، اللي هي إرشاداته الهامة لكل أم بعد العلاج. طبعا بعد ما عالجنا الطفل، أو بمعنى صح بدأنا علاجه في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وصلنا للمرحلة الثالثة، وهي بعد التعديل لازم الطفل يلبس حذاء خاص بمسطرة لمدة ممكن توصل لحد 4 سنوات. في المدة دي زي ما قلنا ان هي لها وقت بيلبسها 24 ساعة، لها وقت بيلبسها 20 ساعة، في لها وقت بيلبسها 12 ساعة، لحد ما نوصل بالعدد الساعات يقل قوي ان احنا الطفل يستغنى عنها ان شاء الله. دي صورة الحذاء عشان خاطر الناس بس ما كانتش متخيلة، عشان خاطر يبقى احنا المصداقية في الشرح. تمام، طيب احنا وصلنا دلوقتي لبسنا الحذاء، لازم رقابة لصيقة، لازم الحالة نفسها أثناء النوم تبقى تحت عينينا، أثناء الحركة تبقى تحت عينينا، لحد ما نوصل لمرحلة إن إحنا الطفل هيمشي. وصلنا لمرحلة الطفل هيمشي بيلبس حذاء تاني خالص، طبعا الحذاء ده مقاسه بيتغير مع كبر السن بتاع الطفل، ما فيش مقاس ثابت، وده بيتعدل بسهولة جدا عند الشركات المصنعة عليه. طب وصلنا إن الطفل دلوقتي بدأ يمشي، لازم أول الطفل ما يمشي بيلبس حذاء خاص تاني عشان خاطر يحافظ على وضع القدمين. طيب حصل دلوقتي ان لاحظنا بس اعوجاج بسيط، لاحظنا ان صوابع القدم بدات تشد تاني، الاربطه فيها قص، لازم في يعني في التو زي ما بيقولوا نلجأ للطبيب عشان خاطر نلحق اي اعوجاج تاني او اي شد على الاربطه، ممكن يكون سببه ضعف، سببه اجهاد، سببه كدمات، سببه اي مشاكل تانيه، مش لازم يكون عوده للانحناء تاني او الاعوجاج تاني. فبالتالي عينينا منظار في كل الاوقات، لحد طبعا بعض الكتب او بعض الدراسات وبعض الحالات اللي مارسناها يعني لحد سن 6 سنين بيبقى الطفل عرضه ان هو يرجع تاني، بعد سن 6 سنين بتبقى، وفي بعض الحالات بتوصل ل 18 سنه ممكن يرجع له تاني، بس دي حالات قليله. بعد سن 6 سنين بيبقى الطفل في امان شويه. لازم نخلي بالنا، والطفل نفسه يمارس رياضه، لازم يمارس تمارين. في تمارين الام بتعملها اثناء ارتداء الحذاء لما بنقلل عدد الساعات، في طفل التمارين هيعملها بعد اثناء يعني فتره المشي، في طفل في تمارين لازم الطفل يتعلمها يبقى اللايف ستايل بتاعه عشان خاطر الاربطه والعضلات تبقى قويه، ما يحصلش اعوجاج تاني. دمتم في امان الله، اتمنى ان اكون وصلت المعلومه مبسطه جدا، وشكرا لحضرتك لاستضافتك، وان شاء الله في لقاءات اخرى اكثر جدا ان شاء الله. نهاية الحلقة دكتور، بشكر حضرتك جدا على المعلومات الجميلة ديت وعلى الحلقة دي تحديدا، مع اني انا شخصيا ما بحبش اقفل البرنامج، بس معلش سوري بقى وقت البرنامج حكمنا. الحلقة جميلة وموضوعها جميل جدا، وبتمنى معلومات اكثر واكثر من حضرتك في حلقاتنا القادمة باذن الله. شكرا لحضرتك دكتور محمد. شكرا لحضرتك، واتمنى ان اكون افدت الناس كلها، واتمنى الناس المشاهدين يلتزموا ويتبعوا الارشادات ويلجأوا للطبيب في اقرب الامور عشان خاطر نعدي باجيالنا، نعدي باولادنا باقل مضاعفات، ونخلق جيل صحي بدنيا وخلقيا وخلقيا. شكرا لحضرتك. ميرسي يا دكتور. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في حلقات قادمة مع دكتور محمد إبراهيم العطار للإفادة أكتر وأكتر في كل ما هو يخص أمراض العظام والأطفال وتشوهات الخلقية عند الأطفال. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والمفاصل الصناعية وألام العمود الفقري وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. احنا إن شاء الله بنقدم خدمات عديدة جدا، علاج ألام العمود الفقري، علاج الألام والكسور، علاج ألام المفاصل، علاج الخشونة، علاج التدخلات الجراحية والتشوهات عند الأطفال، وسواء بدون جراحة أو بدون جراحة. بنقدم في العيادة خدمات عديدة جدا، منها علاج المفاصل وآلام المفاصل، علاج الخشونة سواء المتقدمة أو البسيطة، تدخلات الجراحية، تثبيت الكسور، تغيير المفاصل وده تايتل كبير قوي، مفصل الركبة، مفصل الحوض، وآلام العمود الفقري بجميع أنواعها، والتدخلات الجراحية في تشوهات العظام، والتدخلات الجراحية في تشوهات الأطفال، وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي.